بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا معكم المهندس عبد الله السالم، طبعا مهندس برمجيات في شركة ياسين الزراعية، أنا تو متوظف فيها قبل فترة، ممكن متابعين يعرفون هذه المعلومة. حياكم الله. طبعا هذا الفيديو مخصص لتحديات الجافا سكريبت مثل ما تشوفون فوق. طبعا لطلب كبير من اللي هو الجماهير او المتابعين، زين، يطلبون اللي هو ان انا اصور عن تحديات اللي هو جافا سكريبت بعد ما صورت عن تحديات بايثون. يعطيكم الصحة والعافية، خلونا نبدأ سريعا. بعدين ان شاء الله، او عذرا، موجود الاستراتيجية الذاتية في الوصف، ممكن تطلعون عليها بشكل كبير، راح تستفيدون من خلالها ان انا احط فيها اكواد كثيرة حق التعلم في الانجازات، فممكن انكم تستغلونها وان شاء الله تكونوا مبدعين وتكونوا مطورين وتنفعون البلاد العربية والمملكة العربية السعودية خاصة. يعطيكم الصحة والعافية، تفضلوا وياي. بسم الله. طبعا اليوم راح نبدأ في اللي هو الأشياء السهلة، وتدرجا بنروح حق المتوسطة بعدين الصعبة، فالآن بنروح حق سهل. الآن يقول لك طرح عددين، زين، فهني يقول لك شنو طرح عددين، وصف التحدي، قم بكتابة فانكشن تستقبل عددين، العدد الأول يمثل رقما صحيحا انتجر، والعدد الثاني يمثل أيضا رقما صحيحا انتجر، ثم قم بإرجاع حاصل شنو طرح هذين العددين. لابد أنك تعرف في البرمجة، في الرياضيات، في غير ذلك، أن فهم السؤال هو نصف الإجابة، فلابد أنك تقرأ السؤال بتمعن كبير وتحاول أنك تفهمه فهم كامل. جميل. الآن هو يبقي اللي هو دالة أو فانكشن، هذه الدالة تستقبل عددين صحيحين، الأعداد الصحيحة هي الأعداد السالبة والموجبة والصفر، هذا أخذنا هذا الحكي في الثانوية، وأيضا موجود اللي هو دروس في هذه القناة نفسها، دروس اللي هو الرياضيات، فممكن ترجعون لها، الرياضيات التطبيقية. جميل. الآن خلنا نشوف الأعداد الصحيحة، انه تستقبل اول شيء عددين صحيحين، فهذا السؤال عشان نحله بشكل احترافي ممكن في عد واجد طرق تقدر تحله، ولكن كطريقة احترافية راح تقول تجي هنا وتكتب له ريتيرن، عذرا، ريتيرن يعني ارجاع، يقوم بارجاع، يستقبل ثم يرجع، هذه الفانكشن تستقبل العددين ثم ترجعهما، زين، ثم نسوي شنو اللي هو ناخذ الدالة الاولى ونطرحها من عذرا من المتغير الاول، ونطرحها من المتغير الثاني، ثم نرجع العمليه بالكامل. فبهالشكل يكون احنا حلينا هذا السؤال. خلينا نجرب. بسم الله. بس خلينا نركز على السؤال مره اخرى. تهانينا. ممتاز ممتاز. مري، ما عندي اقتراحات حاليا، فحلينا هذا. دمج قيمتين نصيتين. هني ايضا نقرأ السؤال مرة ثانية، قم بكتابة فانكشن تستقبل قيمتين من نوع سترينج، زين، وتقوم بجمعهما وارجاعهما كقيمة واحدة من نوع سترينج. فهمنا السؤال تماما. الان بالضبط نفس اللي قبل شوي، راح تستقبل قيمتين بس هالمرة نصيتين، عذرا، قيمتين نصيتين، زين. فالان اللي بنسوي ايضا ريتيرن، زين، بعدين ناخذ القيمة الأولى اللي هي نيم 1، بعدين نجمعها، هو ما بجمع ده يعتبر اللي هو إلصاق، عموما ندمجهم، زين، بهالشكل. بس طبعا هو يبقى مسافة وما يبقى مسافة، لازم تجون هني تشوفون، لو تلاحظون هني في مسافة، زين، فاللي بنسوي ان احنا بنحط مسافة، هذا هي المسافة. جميل. ثم بنحط زائد مرة اخرى، بعدين بنقول له نيم،
طيب هل في طرق ثانية؟ نعم في طرق ثانية، ولكن هذه الطريقة هي الأسرع والأكثر احترافية. فبهالشكل إحنا جمعنا اللي هو البي النيم 1 والنيم 2، وهذا الأوتبوت زين المخرج. الآن خلينا نشوف إن شاء الله. بسم الله يا سلام، تهانينا، الأمور كلها عسل. زين، الآن باقي قسمة عددين. باقي القسمة أخذناه إذا أنتم دخلتوا في الدورات البرمجية، إما الموجودة على منصة سطر، أو إن هي موجودة في سولولرن أو المواقع اللي أنا نشرت اللي قابل، راح تاخذون اللي هو المعاملات الحسابية. من المعاملات الحسابية مودلر اسمه تقريبا بالانجليزي، زين، اللي هو باقي القسمة. باقي القسمة شيء مهم جدا، يعني في بعض الناس يقولون ليش نتعلم باقي القسمة؟ باقي القسمة نستغله في الأعداد الفردية والزوجية كفائدة كبيرة. فعادة العدد الفردي باقي القسمة له عادة تكون واحد، مو دائما بس عادة، زين، والزوجي يكون باقي القسمة صفر. واضح؟ فالآن خلنا نشوف اللي هو السؤال، نقرأه بشكل جيد. قم بكتابة فانكشن تستقبل عددين، العدد الأول يمثل رقما صحيحا، والعدد الثاني يمثل أيضا رقما صحيحا انتجر، ثم قم بإرجاع حاصل باقي قسمة هذين العددين. جميل، الآن لو نركز انه يبقى باقي القسمة. باقي القسمة عادة يرمز له في البرمجة، ممكن اللغة البرمجية بس اتوقع معظمها وربما كلها، انا ما درست كلها حقيقة، ولكن معظمها يشير له بالعلامة بالبرسنتج، زين، اللي هو العلامة المئوية، زين. فابنجي ونقول له بشكل مباشر وتلقائي ريتيرن، زين. بعدين بنرجع له اللي هو باقي القسمة. طبعا هني لو تلاحظون واحد على واحد، او واحد باقي القسمة على واحد، حلو. عموما بنقول له اي، بعدين باقي القسمة على بي. بهالشكل يكون انجزنا. هنركز، يا سلام، الامور كلها طيبة. زين، موقعي في خط الأعداد. والله أنا لازم نقرأ السؤال، عاد هني ما فهمت حيل، بس خلينا نشوف. وصف التحدي: قم بكتابة فانكشن تستقبل قيمة عددية انتجر، وتقارن فيما إذا كانت القيمة المرسلة أصغر من أو أكبر من أو تساوي الصفر، ثم قم بإرجاع قيمة نصية string تعبر عن حالة القيمة المرسلة. هنا عندنا عدة أشياء نقدر نسويها. الأولى هي ال F الشرطية. البقية شوي صعبين فما بتكلم لكم عنهم. فهذه الأشياء في الأو أو بي متطورة متقدمة، ما أبقى أتحكي عنها، فأبقى أتحكي عن الأشياء البسيطة حكم إن إحنا أصلا داخلين في المستوى السهل. جميل، فالآن اللي بنستقبل عدد صحيح، ثم عذرا عدد صحيح، نعم صحيح، زين، ثم بنقارنه مع الصفر. جميل، فالآن بناخذ العدد هذه اللي هو نمبر المتغير اللي جاء، حلو، وبعدين بنقارنه إذا كان هذه أكبر من الصفر، زين، وإلا else if، وإلا إذا كان هذا العدد شنو؟ حلو، طبعا هذه الطريقة شنو تسوونها؟ تاخذون الشرط وتسحبون إلى تحت، تضغطون كنترول، بعدين تسحبون إلى اللي هو المحل اللي تبون تحطونه. غير الآن الإشارة، زين، وإلا أكبر من الصفر. وآخر احتمال ممكن يصير اللي هو انه يكون مساوي للصفر. فبنجي الان كذي وبنقول له اذا كان اللي هو اكبر من الصفر، راح نقول له
ريتيرن بشكل مباشر، زين رجع لي هذه القيمة مثلا في التسعة، تسعة أكبر من الصفر، زين فرجع لي هذه القيمة بشكل مباشر، بس طبعا لازم تحطون بين علامتي تنصيص أو حتى علامة تنصيص اللي هي سنجل، زين وهني اللي هو بتنسخون الشروط. أنصحكم بالطريقة إنكم تضغطون كنترول مطولا وتسحبون لتحت عشان ما تتعبون روحكم في الكتابة. هني مثلا ايكوال زيرو، خذوا ايكوال زيرو وحطوها هني في حالة انه يساوي الصفر يكون في الالس، زين وفي حالة انه اقل من الصفر راح يكون less than zero. ناخذها ونحطها بهالشكل. فالان خلصنا، بس خلنا نشوف نجرب الكود. بسم الله. يا سلام، تهانينا. النصوص المتشابهة، خلينا نقول عن النصوص المتشابهة. النصوص المتشابهة هذه قد تكون سهلة، if else سهلة جدا، بس نجي هني نقول له إذا كان النص الأول هو name، زين يساوي name 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 two name one يساوي name two، زين سكر القوس بعدين قل لي else. هم عندنا حالتين هنا، قم بكذا وتستقبل قيمة النصية وتقوم بالتحقق فيما إذا كانت متشابهتين أو غير متشابهتين في القيمة، ثم قم بإرجاع قيمة نسخة سترينج توضح ذلك. زين فالنص الأول، زين راح نقارن عندنا بس حالتين اللي هو يا أما يكون متشابهين ولا متشابهين. حلو، فهني على طول بنسوي ريتيرن مباشرة ونقول له، وهني بعد ريتيرن ريتيرن بعدين بنقول له غير متشابه. زين هني نقول له متشابهتين وهني غير متشابهتين، راح نحطها من هني. زين وبهذا الشكل يكون خلصنا هذا التحدي. هنشوف مع السلامة. صفوفه. زين الآن طبعا خلي بحل بعض الأسئلة، وبعض الأسئلة بخطرها لما بعدين. خلينا نسمي صفوف. طيب عذرا، العدد الزوجي والعدد الفردي هذا آخر مسألة، وإن شاء الله لنا اللي هو حلقة أخرى بحكم إن أنا ما بقي الوقت يطول، عرفتوا شلون؟ خلينا نشوف الآن العدد الزوجي. وصف التحدي: قم بكتابة فانكشن تستقبل عددا من نوع انتجر، تقوم الفانكشن بإرجاع قيمة من نوع سترينج توضح ما إذا كان العدد زوجيا أو فرديا. المخرجات هي فردية زوجي. هني عموما عندنا مسألة سهلة جدا. باقي القسمة على اثنين يساوي يساوي صفر. إذا كان يساوي يساوي صفر فهو هني، طبعا هني العدد الزوجي إذا كان العدد الزوجي إذا كان باقي القسمة على اثنين، زين يساوي يساوي صفر مباشرة راح يكون زوجي. في حالة انه كان يساوي عدد ثاني راح يكون فردي. زين فهني ايش بنسوي؟ مباشرة بنجي ونقول له ريتيرن، زين
قوسين بعدين رتين، بين قوسين هني راح يكون زوجي في الأول، والثاني راح يكون فردي. زين، وبهالشكل يكون خلصنا. بسم الله. تهانينا، ممتاز جدا. الآن طبعا أشكركم على المتابعة والاهتمام. طبعا هذه الحلقة كانت البداية حق التحديات، ممكن استمر، ولكن أرجو منكم أنكم تدعموني بعشرين إعجاب عشان أنا أتحمس وأقدر استمر في هذا المجال. يعطيكم العافية، أتمنى أنكم استفدتوا اليوم. طبعا راح أستأنف بإذن الله بكرة حلقة جديدة بخصوص حل اللي هو التحديات. يعطيكم الصحة والعافية وشكرا جزيلا لكم.